بالضبط فيها حاجات ما فيهم حتى منفعة. تلقى فيهم الحلويات والحلوى والشوكولاتة وال معناتها الكل مع بعض مش باهي، خاطر كثرة السكر عند الصغير فما تحول غذائي كي ناخذوا احنا السكر. البدن يستهلك برشا فيتامين بي باش نحكوا السكر، يستعملوا برشا فيتامين بي، لكن كل ناقصه في فيتامين بي يولي عنده مشاكل كبيره. ودي واحنا نحكي واحنا نحضروا الموضوع على اليوم جاي قلت على الفواكه الجافه. الفواكه الجافه هنا برشا على خاطر اول حاجه فيهم هي في اليد ديما نعاود فيها فيهم الكالسيوم، فيهم اللي بهيني لكن خلطوهم معناتها مثلا نتصور انا غله غلال طازجه وشويه غلال كافية تكون متوازنه الماكله، ينجم الطفل ياخذ التفاحه كان شلوز مثلا يكون هذا يكون هذه اللمجه نتاعو بالطبيعه تكفي، ولا ياخذ شويه دقله وشويه لوز مع تفاحه، ينجم ياخذ ياغورت وغله زاد غله ينجم ياخذ حليب وغله ولا مسفوف زاد معناتها كسكسي فيه الرمان ولا فيه الدقله ولا زبيب زاد باهي. انا نحكي علاش خاطر الغله الجافه ساعه يحبوها الصغار والزبيب والدقله يعطيو مطعم الحلو اللي يحبوه الصغار برشا باش نبعدوهم على مطعم الحلو اللي موجود برشا في السكر والحلوى خاطر. وننصح حاجه اللي نجم نشد فيه صحيح الام ماذا بيها تعود ولدها باش يذوق برشا حاجات ينوع المطعم، مش كل شيء بالسكر، فما حتى البرود وقت هو صغير ما ياكلوش يحطوا له فيه توابع سكر باش يقدر. هذه عاده سيئه جدا. سيئه برشا اللي تربي طفل على المطعم السكر ما عادش يقبل حتى مطعم اخر، وقت اللي هو السكر موجود في الطبيعه، نجموا نحليوه بالدقله، نجموا نحليوه بالزبيب. ما قلت بالزبيب. هذوما معناتها الولاد اللي يقولوا يعطيوا مطعم من غير ما يزوروا خاطر السكر طبيعي اللي موجود فيه. اذا الام تلوج على حاجه بنينه لصغيرها نجم تاخيره مش بالضروره بالسكر. اي ليه وبنينه هو كل شيء بنين، راهو احنا فقدنا المطعم وكهو اكثريه الناس فقدوا المطعم على خاطر كل شيء بالسكر يولي بنين ولا كل شيء بالملح يولي بنين. نبعدوا على الحاجات هذوما خاطر كل مطعم عنده لذه، كل حاجه مخلوقه في الطبيعه عندها لذتها الخاصه اللي احنا لازمنا نتعاملوا ونسلسوا بها من الصغرى. علاش باهي يكون هذا الجوتي؟ نوع الجوتي من هذا باش الصغير يتعود على المطعم الجديد، يعرف مطعم العنب، مطعم التفاح، مطعم اللوز، مطعم الزوز. فما صغار كل تقول له شكليت يقول لك كليت والله ما نعرف شنو في وسطها حاجه بنينه. ما عادش يعرف يفرق حتى بين المطعم. هذه كل خدمه. شبيه فما الميت معناها باش تهز لمجه لولدها كباغر. ياغورت هو لا ما فماش ثاني. وثاني حاجه هو يشرب الحليب، كان يشرب حليب مش لازم ياغورت، كان يخدم ياغورت مش لازم جبن، يلزم ديما معناتها مع من كل نوع ناخذوا حاجه مش جبن ياغورت وحليب. وثاني حاجه ياغورت بالاخص كي بدا حلو برشا مش طيب برشا مزيان، ماذا بيه انا ننصح تشرب ياغورت مصنوع في الدار، الحلويات المصنوعه في الدار مثلا جاتو مصنوع في الدار الام تتحكم في كميه السكر وفي كميه الزبده اللي باش تحطها وتعرف نوع الفيرينه اللي باش تحطها فيها. ديما انا شاده نرجع في الحبوب الكامله اللي هما فيهم متوفره فيهم جميع الحاجات اللي يسحقهم البدن، فيتامين سي موجوده في الغله، الكالسيوم والفيتامين اي موجودين في الفواكه الجافه. الكالسيوم موجود كما قلنا في الجيجلين في الحليب في حاجات اخرى انت نحكيو عليهم كيما ان شاء الله في الكروم في البنوك وفي مواضيع تنرجو ان شاء الله كل يوم. نشكرك هدى يعني شكرا.